كلمة توجهها للشاعر حيدر الأسير بمناسبة افتتاح الماسة. أقول لحيدر ألف ألف مبروك. حيدر من المبدعين، واللي أني ويا حيدر إلي مشوار كلش حلو بحياتي بصراحة. حيدر الأسير عزيز، طارق، قبس، ذولا أصدقاء نجاحي. يعني أنا بالنسبة لي ما جيت مدعو، إنه أنا أبو شركة جيت، وفرحان لهم هواية، وإن شاء الله يا ربي أشوف هاي الشركة عربياً. طبعاً بالبداية أحييهم، وإن شاء الله يا ربي مبارك افتتاح شركة الإنتاج والتوزيع الفني، أصدقائي حيدر وعزيز وكل الموجودين هنا، وإن شاء الله يا ربي الله يوفقهم. طبعاً ألف مبروك افتتاح شركة ماسة، تحياتنا أكيد، وألف مبروك الشاعر حيدر الأسير، الموزع أيضاً عزيز ثامر، التيم اللي يشتغلوا ياهم ألف مبروك عليهم، إن شاء الله يا ربي يتمم عليهم بالخير والبركة وآية الرزق. أول شيء ألف مبروك لكل كادر شركة ماسة، ومبروك الشاعر حيدر الأسير، إن شاء الله يا ربي آية الرزق لهذا الاستوديو، وإن شاء الله بداية النجاح. أقول للحيدر ألف مبروك، وصديقي عزيز ثامر ألف مبروك على الافتتاحية الشركة الجديدة، وأقول لجمهورنا إن شاء الله انتظرونا بأعمال قريبا على العيد. الحيدر والعزيز وقبس يستاهلون كل الخير وبالتوفيق، وشباب ما شاء الله عليهم، يعني أعمالهم كلها ضاربة. أي أكيد بدنا نبارك لهم حيدر الأسير والتيم اللي معه عزيز ثامر وقبس على افتتاح الشركة ماسة. يوم مجموعين بهذا الافتتاح الجميل، افتتاح شركة ماسة لأخوتي وأصدقائي، أتمنى لهم كل الموفقية، وتحياتي واحترامي لحضرتك، والأكيد مجلة مشاعر العراق.